السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله شعبان من قناة فري فور مي. النهاردة هنعمل فيديو ازاي نسجل في موقع فايل ابلود اللي هو موقع رفع الملفات، وازاي هنشوف طريقة الدفع منه، وازاي نرفع الملفات، ونشوف البنوك اللي هو بيدعمها وطرق الدفع بتاعته. تمام، دي قناة فري فور مي على اليوتيوب اهي، ياريت تشترك فيها. هنروح على الفيديو على طول على الشرح ان شاء الله. اول حاجة ادي رابط الدعوة بتاعي، يا ريت تسجل منه. ادي الرابط اهو، هتعمل له نسخ. تمام كده، يا ريت تسجل من الرابط بتاعي. وبعد كده هنروح نحطه في المتصفح، وهيفتح معانا صفحة تسجيل العضوية، وهنكتب فيها الحاجات دي. مثلا هوريك الوقت ازاي. تمام، نروح على جوجل كروم اهو، متصفح جوجل كروم. ادي رابط الدعوة بتاعي، يا ريت تسجل منه. ادي صفحة تسجيل العضوية. تمام، هنا هنكتب اسم المستخدم. اكتب الاسم المستخدم اللي انت عايزه، نفترض مثلا ادي فري ماني ادي 1. تمام، ونكتب البريد الالكتروني، اي بريد الكتروني عندك، جيميل، يا ريت يكون جيميل، يكون انت بتستخدمه، عشان لو احتجت في اي وقت تعمل استرجاع للباسورد بتاع الحساب او الحساب اتهكر، يكون معاك ايميل جيميل شغال. تمام، @gmail.com. تمام، نكتب بقى الباسورد، يا ريت تكون عامل باسورد قوية. هنفترض مثلا ASD 1 2 3 4 5 6، وادي نفس الباسورد ASD 1 2 3 4 5 6. كده احنا كتبنا اليوزر نيم اللي هو هنا، ادي اليوزر نيم، وادي الجيميل او البريد الالكتروني اللي احنا كتبناه، وكتبنا الباسورد مرة واثنين. اما اللي تحت دي معلومات الدفع. تمام، معلومات الدفع، ودي اختياري، هنسيبها لوقت. تاني حاجة هنعملها، هندوس على انا لست برنامج روبوت اهي، هنحدد وبقول لي حدد جميع المربعات التي تحتوي على لافتة شوارع تحقق. تمام كده، ده كله التسجيل في موقع فايل ابلود. هتدوس بقى على ارسال اهي. ماشي، تمام كده، تم انشاء الحساب اهو. ماشي كده، الحساب اتنشأ. نروح على حسابي اهو، اهو فري ماني، ادي فري ماني اليوزر نيم بتاع الحساب. لو جيت تسجل بعد كده، يعني تخش على الموقع فايل ابلود، هتكتب اليوزر نيم ده والباسورد اللي هو كتبناه ASD، ده الباسورد اللي انت هتكتبه. وادي حساب الفلوس اللي في الحساب، مفيش لسه، لان احنا لسه عاملين الحساب اهو. تمام، وسيله الدفع بتاعته اهي، وسيله الدفع ادي بايبال، وبايبال اهي اول واحده، وعندك تاني بيرفكت ماني. تمام، وعندك بايزا ويب ماني، عندك بايبال وبيرفكت ماني وسكريل وبايزا ويب ماني. بتكتب لما تيجي مثلا، لما تيجي تعمل الدفع بيهم، بتكتب هنا البريد الالكتروني اللي انت مسجل بيه في بايبال اهو، البريد الالكتروني اهو. تمام، وادي بيرفكت ماني وسكرير وبايزا ويب ماني، كل دول الخمسه دول كده مع بعض، كل يوم بتكتب البريد الالكتروني اللي انت مسجل فيهم. تمام، اما بيتكوين بتكتب رقم المحفظه بتاع البيتكوين. تمام، رقم المحفظه. عندك بقى في فودافون، في اورنج ماني اهي، وعندك في ايجيبت بوست،
البوسطة المصرية، وفي تاني امازون جيفت، وكل حاجة تاني موجودة يعني، ويب ماني وكل حاجة تمام. ازاي هترفع الملفات؟ هتروح على رفع الملفات، ادي رفع الملفات اهي. هتخش مثلا تحدد، اضغط ملف لتحديد، اضغط لتحديد ملف عشان تحمله تمام. ادي مستندات تحت اهي، اللي انت عايز تحمله بقى حمله. ادي بطاقة الذاكرة، نفترض مثلا حمل اي ملف انت عايزه. هنفترض ادي اندرويد سورس اهو، ملف 0 بايتس، لا عايزين ملف بملف يكون حجمه من 1 بايت، يعني انت عندك الميجا فيها 1000 كيلو والكيلو فيها 1000 بايت، احنا عايزين واحد يكون حجمه مثلا بايت واحد. مثلا هنروح اي حاجة، عبدو، ادي ده ملف 10 كيلو بايت اهو، بدء الرفع تم. الوقت كده هيدينا رابط تحميله اهو، هننسخ رابط تحميله. كل ما عليك بقى مثلا انت تروح على الفيسبوك وتنشره والناس تحمل الملف ده اللي احنا رفعناه. على كل 1000 تحميلة، على كل 1000 تحميلة لكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 7 دولار. لو الـ الـ لو لو بلد مثلا زي السعودية والإمارات المتحدة 3 دولار، دي مجموعة ب، مجموعة جيم باقي بلدان العالم برضك 3 دولار. تمام الكلام. يبقى احنا كده شرحنا ازاي تسجل في الموقع، وازاي ترفع الملفات، وازاي وسيلة الدفع، وازاي هتربح منها. تمام ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش لايك وسبسكرايب لقناة فري فور مي، يعني اشترك في قناة فري فور مي على اليوتيوب ماشي.